وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة والمدير العام المساعد لهيئة ترويج الاستثمار بهونغ كونغ جيمي تشانغ مذكرة تفاهم بغرض تشجيع زيادة حركة الاستثمار بين الجانبين وتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات على هامش قمة الحزام والطريق. تم الاتفاق خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم على تنظيم زيارات لممثلي الشركات المالية والصناعية التي تتخذ من هونغ كونغ مقرات لها إلى مصر لتفقد الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع والتعرف كذلك على حزم الحوافز الممنوحة للمشروعات العاملة في مصر. توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ. قالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا إن القرض يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مرجحة أن تنتهي دراسة المجلس في غضون أسبوعين تقريبا قبل بدء الاجتماعات السنوية. يحصل المغرب أيضا على خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد تمت الموافقة عليه في إبريل الماضي بهدف تعزيز قدرتها على الوقاية من الأزمات. قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسية بنسبة 1% من 12% إلى 13% للمرة الثالثة على التوالي في أقل من شهرين لمواجهة التضخم وتراجع سعر صرف الروبل. هذا وأوضح البنك أنه نتيجة للضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي التي تبقى مرتفعة وتراجع الروبل، كان من الضروري اللجوء لتجديد السياسة النقدية للمرة الثالثة. في ثالث خطوة مماثلة في أقل من شهرين لمواجهة التضخم، أعلن البنك المركزي الروسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية من 12 إلى 13%، وتهدف هذه الخطوة أيضاً لوقف تراجع سعر صرف الروبل الروسي الذي يبقى رغم الجهود الحكومية عند مستويات ضعيفة في مقابل الدولار. ومنذ أسابيع عدة ترافق انهيار العملة المحلية الروسية مع عودة التضخم الذي سجل زيادة تقدر ب 5.5% في شهر أغسطس، يضاف ذلك إلى التكلفة المتنامية للنزاع في أوكرانيا، ما يجعل الكثير من الروس يخشون من تراجع في مستوى معيشتهم. ويعود ذلك خصوصاً إلى التراجع الكبير في إيرادات بيع المحروقات بسبب العقوبات الدولية وعزم الأوروبيين على وقف اعتمادهم على موسكو في مجال الطاقة. ورغم رفع نسبة الفائدة الرئيسية مرة أولى في 21 من يوليو وثانية في منتصف أغسطس الماضي إزاء التراجع الكبير في سعر صرف الروبل، تبقى العملة الوطنية عند مستويات متدنية في مقابل الدولار واليورو. وبلغ سعر الدولار 96.5 روبل واليورو 102.8 روبل، وهي مستويات قريبة من تلك المسجلة في مارس من عام 2022 بعد موجة العقوبات التي طالت الاقتصاد الروسي رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. في الوقت نفسه أكد المصرف المركزي الروسي أن عودة التضخم إلى الهدف المحدد له واستقراره بحدود 4% يتطلب إبقاء قيود نقدية صارمة في الاقتصاد لفترة طويلة. اتفقت زامبيا والصين على استخدام عملتيهما المحليتين في التبادل التجاري تمويل الاستثمارات الثنائية في إجراء يهدف إلى خفض تكاليف الصرف. وفي بيان مشترك على هامش الزيارة التي قام بها الرئيس الزامبي إلى الصين، أعلنت أوساكا وبكين رفع علاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتعزيز تعاونهما في مجال التنقيب عن المعادن. يذكر أن الصين تستثمر ما يقرب وأكثر من 11.3 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في زامبيا ما بين عامي 2014 و2023 كجزء من مبادرة طريق الحرير، كما تستوعب الصين نحو 20% من صادرات زامبيا.